مسجد استقلال اندونيسيا مسجد كيتا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أنا سعيد جدا لافتتاح هذا المسجد. أنا سعيد جدا لافتتاح عندنا المسجد الاستقلال الأندونيسي. أريد أن أحفظ قرآن في مسجد الأندونيسي وأشكر القائمين على المسجد. محمد حسين الغلبان، أريد أن أحفظ في مسجد الأندونيسي الكبير. أريد أن أتعلم القرآن والأحكام والتجويد والتفسير، وسوف أحفظ في القرآن الكريم وأتعلم في الأحاديث والتلاوة والتجويد والتفسير. أنا الطالب سنة إبراهيم محمد النجار. أنا الطالب يحيى النجار. أنا الطالب أمجد السيد النجار. طالب أمير أحمد النجار، أريد أن أحفظ قرآن. أنا الطالب أمير البطة. أنا الطالب ليان محمد حسين الغلبان. نشكر القائمين على افتتاح المسجد. احنا كنا يعني من زمان حابين مسجد كبير يضم المصلين يضم صلاه الجنازات. الحمد لله قربنا نفتتح المسجد الاندونيسي الكبير، وسيكون المسجد باذن الله عامرا من المصلين، وان شاء الله سنصلي نحن واخواننا الاندونيسيين في هذا المسجد، ونسال الله ان يتم الافتتاح على خير، وجزى الله الشعب الاندونيسي كل خير.